بظل التباعد الاجتماعي اللي عم نحاول نحافظ عليه، برز دور التسوق الإلكتروني بحياتنا اليومية. زاد اعتمادنا على تطبيقات الأونلاين شوبينج وانتشر القطاع بشكل غير مسبوق. شو هو تاريخ التسوق الإلكتروني؟ متى بدأ؟ كيف تطور؟ وشو هي أبرز التطورات التكنولوجية تحديداً اللي ممكن نشوفها فيه في المستقبل القريب؟ كل هالأسئلة وأكثر في إجابات اليوم. تاريخ التجارة الإلكترونية قبل 40 عام تقريباً. طبعاً من هداك الوقت لهلأ شهد قطاع نمو كتير لافت، دخلت آلاف الشركات عليه وصار في كتير ابتكارات وتطورات تكنولوجية وغيرها. طبعاً القصة كلها بدأت بسبعينات القرن الفائت لما ابتكر رائد الأعمال الإنجليزي مايكل ألدريتش نسخة بدائية من التسوق الإلكتروني. ابتكر ألدريتش نظام فيديو تكس اللي قدر من خلاله يوصل جهاز تلفزيون معدل بجهاز كمبيوتر يعمل بالوقت الفعلي ويعالج المعلومات من عدة مستخدمين في نفس الوقت، والتلفزيون والكمبيوتر بيكونوا موصولين بخط هاتف محلي. فينا نقول أنه هالابتكار كان نوع من المراسلة الإلكترونية والتواصل التفاعلي، ومهد الطريق للتجارة الإلكترونية كما نعرفها اليوم. بعام 1984 كانت السيدة البريطانية جين سنوبول أول متسوق إلكتروني بالعالم. استخدمت نظام فيديو تكس لحتى تطلب مستلزمات من السوبر ماركت، وبالفعل وصلوها الأغراض ودفعت عند الوصول. التسوق الإلكتروني مثل ما بنعرفه اليوم صار ممكن ببداية التسعينات مع انتشار الإنترنت. طبعاً تجربة المستخدم والحلول والابتكارات اللي انتشرت في القطاع ساهمت بنموه بشكل كتير كبير. التسوق الإلكتروني بشكله الحالي ربما غني عن التعريف. على الأرجح أنه فيه بتليفونك تطبيق واحد على الأقل للتسوق الإلكتروني، وبالآونة الأخيرة مع إجراءات الإغلاق بفعل كورونا اتجه كتير أشخاص للتسوق الإلكتروني لحتى يشتروا مستلزمات البيت حتى، بالإضافة للتجارب والخدمات. لكن كيف رح يكون شكل هالقطاع في المستقبل؟ مثل كتير قطاعات مختلفة، التطورات التكنولوجية عم تغير شكل التجارة الإلكترونية، وحالياً عم تختبر بعض المتاجر الإلكترونية بعض الخصائص الجديدة مثل البحث والطلب عبر الصوت، خصائص الواقع المعزز وغيرها، لحتى تقدر تشوف المنتج ببيئتك الخاصة والتركيز على تجربة المستخدم بشكل خاص. ممكن تكون حتى بدمج الخصائص الإلكترونية بالتجربة التقليدية للشراء. مثل كتير عالم زاد اعتمادي بالآونة الأخيرة على التسوق الإلكتروني، ولو أني لسه ما بعتبر حالي زبون دائم على الإنترنت. ماذا عنك؟ شو آخر شي اشتريته أونلاين؟ وهل بتفضل تجربة الشراء الإلكترونية أم التقليدية؟ شاركوني آراءكم ومقترحاتكم على هاشتاج MBC في أسبوع، وألقاكم الأسبوع المقبل مع إجابات جديدة.